الرحمن الرحيم. خلاص وصل المركب الى بر السلام، ربنا يخليك يا منال يا رب. يعني ايه؟ وصلنا الى الوحده الاخيره، حيث المركب بتاعتنا هترسي بعد 5 وحدات يا منال كنا بنتعلم فيهم كل ما يتعلق بمهارات الاتصال. فطوم تقول لي رسيت فين المركب يا دكتوره؟ رسيت على بر السلامه، اتخرجتوا بتدوروا على وظيفه او الوظيفه ما اشتغلش يعني، وبالتالي مطلوب منه انه كل اللي اتعلمه في الماده دي معايا يوظفه في مهارات في بيئه العمل. برافو عليك يا عهود. وصلت مرتبه الى الوظيفه، عشان ايه؟ عشان ابتدي اتعلم كيف كل ما تعلمته في هذه الماده اطبقه في بيئه العمل، وبالتالي كيف اجيد مهارات الاتصال في بيئه العمل. هذا ما يتحدث عنه الفصل الاخير في الكتاب. منطقي انه كان يبقى الفصل الاخير، فهمني؟ منطقي انه يبقى عباره عن تتويج وختام وختامه مسك لكل اللي درسناه في الماده من مهارات اتصال لفظي وغير لفظي. طيب تعالوا نتخيل، مين فيكم لسه ما اشتغلتش يا بنات؟ مين ما اشتغلتش ممكن فعلا تقدم على وظيفه؟ خلاص بوسينا. طب مش هستاذنكم عشان هي اللي قالت بس اول واحده، بوسينا. تعالي نتخيل يا بوسينا انك اتخرجتي ماشي، واحده في يوم بتقري الجورنال. معلش اتخرجتي من ايه بس عشان اعرف التخصص ايه؟ عشان بس اعرف ادي المثل بسرعه. يلا التخصص ايه يا بوسينا؟ اداره طبيه، ما شاء الله حلو قوي، شكرا. بوسينا اتخرجت من اداره طبيه ان شاء الله، واحدة مرة في البيت بتقرا جريدة عكاظ، بس لقيت مكتوب في الجورنال مثلا ايه؟ تعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن حاجاتها الى مديرة ادارة طبية مرة واحدة، ها؟ او مثلا مديرة ادارة طبية، ايوه، بالشروط التالية، وكتبوا سعودية الجنسية مش عارفة ايه 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 ايه، كتبوا في نهاية الاعلان يا بوسينا على ان ترسل السير الذاتية في موعد اقصى اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان الى البريد الالكتروني كذا او الى الفاكس رقم كذا. مش هو ده اللي بيحصل؟ طيب بوسينا قالت ايه؟ الحمد لله الوظيفه دي متفصله عليا. ليه؟ اصل كل الشروط اللي هم طالبينها منطبقه عليا. قرت في نهايه الاعلان ايه؟ على ان ترسل ايه؟ السيره الذاتيه. بس انا ما عنديش سيره ذاتيه. هي بتقول لنفسها كده، بس انا ما عنديش سيره ذاتيه. اذا تعالي بقى يا بوسينا نشوف كيف سوف تستعدي لهذه المعركة اللي هي معركة الحصول على الوظيفة. كيف تستعدي لهذه الأكبر وأهم معركة في حياتك؟ طيب الحقيقة إن مهارات الاتصال بشكل عام في بيئة العمل هنقسمها إلى 3 أقسام رئيسية، فاهمين؟ وفقا للمرحلة العمرية ووفقا للمرحلة المهنية، إلى ما قبل بدء العمل اللي احنا فيها دي، اللي بوسينا فيها دي مرحله الاعداد والبحث عن العمل، وبعدين مهارات الاتصال في مرحله العمل اللي هي بقى وانت على راس العمل، فهماني؟ ثم يعني اللي هي بقى هنتكلم على مهارات كتابه التقارير، مهارات كتابه المذكرات، فهماني؟ خلاص انت على راس العمل. ثم مهارات الاتصال فيما بعد العمل او مرحله ما بعد العمل، يا اما بالتقاعد يا اما بالانتقال لعمل اخر. ودي الحقيقه احنا مش هندرس فيها حاجه، لان يعني دي للتميز قوي، ودي المفروض اللي كانت هتبقى المستوى الثاني من الماده ان شاء الله. خلينا بقى احنا كلامنا كله في المرحلتين الاولانيتين، ما قبل العمل اي ما قبل بدء العمل اي اثناء الاعداد والبحث عن عمل والعمل نفسه. طيب حاجه كمان قبل ما تبتدي المعركه يا بوسينا، لابد ان تعلمي ان في مرحله ما قبل بدء العمل عليك ان تتسلحي او تجهزي ال4 حاجات اللي هقولهم دول. 1، سيره ذاتيه على اعلى مستوى من الاحترافيه. سيره ذاتيه على اعلى مستوى من الاحترافيه. عود تقول لي يعني ايه؟ اقول لها يعني السيره الذاتيه للهواه عصاها ولا وانتهى خلاص. منال تقول لي برضه يعني ايه؟ اقول لها يعني ما تقعديش تخمني في السيره الذاتيه. اكتب ايه وما اكتبش ايه؟ اكتب ايه وما اكتبش ايه؟ لا يا شاطر، هنتعلم النهارده ماذا يجب ان يكتب وما لا يكتب. طيب ادي نمره 1. نمره 2، حاجه اسمها خطاب تقديم للعمل.
خطاب التقديم للعمل او ما يعرف بالكفر ليتر. طبعا هنعرف النهارده ايه حكايته ده راخر. 3 عدد من خطابات التوصيه، خطاب او خطابات توصيه، هنعرف برضو مين اللي بيكتبوهم ويكتبوهم ازاي. خلاص ثم عليك يا بثينه قبل برضو الحاجه الرابعه ان تجيدي بعض المهارات في الاتصال الالكتروني زي البريد الالكتروني والفاكسات، ودي قلناها قبل كده. خلاص تقولي يا دي المعركه طويله قوي، لا ابدا دي بسيطه قوي. تعالوا نبتدي بقى المعركه من اولها. قبل بس ما نبتدي هنتكلم ان اي مؤسسة عمل يا بنات او اي بيئة عمل بتحتوي على 5 مستويات من الاتصال. اي بيئة عمل، اي مؤسسة، مستشفى، جامعة، فيها سوف نجد فيها 5 مستويات من الاتصال. لازم نفهمهم الخمسة عشان نبقى عارفين كل مستوى من المستويات دي ايه اللي بيميزه. اول مستوى يعني من الاتصال سموه الاتصال الصاعد. الاتصال الصاعد واضح من اسمه، طالما صاعد يبقى من مين؟ يبقى من المرؤوس الى الرئيس، من الموظف الصغير الى الموظف الى المدير الكبير، فاهمني؟ من المرؤوس الى الرئيس، عشان كده اسمه صاعد، يعني طالع لفوق. ايه بقى حكايته ده؟ هذا المستوى من الاتصال بيقوم به المرؤوس عندما يرفع ايه بقى؟ مذكره، مذكرات، تقارير، شكوى، فاهمين؟ شكوى عمل، اللي بيسموه ايه تاني؟ طلبات، اللي هي احتياجات الموظفين او مهام عملهم، احتياجاتهم، ارائهم، مهام عملهم، تهمني الحاجات دي. المفروض ان المستوى ده من الاتصال مهم جدا يعود ليه، ان هو ده اللي على اساسه المؤسسه بتعدل نفسها وتطور نفسها وتحط اللوائح الجديده بما يتناسب مع احتياجات العاملين دول. لو ليهم طلبات تستجيب ليها، التقارير هي اللي على اساسها بتطور العمل، فاهميني؟ لو ليهم شكاوى تبتدي تشوف ايه الاسباب الشكوى بتاعتهم. المفروض طبعا ما بيحصلش، هي مش الزاميه، ما يرفعه المرؤوس الى الرئيس ليس الزام، لكنه المفروض انه مهم. طيب ادي المستوى الاول من الاتصال. المستوى الثاني من الاتصال يا بنانيتي سموه العكس، الاتصال النازل، او عندنا احنا نسميه الهابط. الاتصال النازل او الاتصال الهابط واضح من اسمه، برافو عليك يا عود، هو من الرئيس الى المرؤوس، من البيج بوس زي ما احنا بنقول، من راس الكوره الى الموظفين الغلابه، من المدير الى مش عارفه مين، الى مش عارفه، مش عارفه، معيش الكتاب اساسا، فاهماني؟ طيب طبعا ده الزام ووافر التنفيذ وغير قابل للتاجيل، لانه بياتي على المستوى الكبير من راس الكوره زي ما بيقولوا، هو المتعلق بتنفيذ البرامج والاوامر، وطبعا المتعلق بالاوامر، والمتعلق بالقرارات، والمتعلق بالتوجيهات، والمتعلق بالتعليم. فهمتوني؟ طبعا هي في الغالب كده، اوامر وقرارات وتوجيهات وتعميم غير قابله للتاجيل، واحيانا غير قابله حتى للنقاش. فخلاص يبقى ده مستوى. المستوى الثالث طبعا ده سهل قوي، الاتصال الافقي في نفس المستوى. يعني ايه؟ يعني مثلا من موظف لموظف، من اداره لاداره، فاهمني؟ من مثلا مديريه العلاقات العامه وشركه كذا لمديريه هو المؤسسه نفسها. الاتصال الافقي بين الزملاء في مستوى المؤسسه نفسها. اخر مستويين الاتصال مع العملاء، ايوه برافو عليك يا افلان، للتواصل اليومي، انا بسميه لدوريه العمل اليومي. خلاص؟ المستوى الرابع المستوى مع الاتصال مع العملاء، والحقيقه الاتصال مع العملاء هو كل المستفيدين فهمني من العملاء. يعني ايه المستفيدين من العملاء؟ كل من لهم علاقات مع المؤسسه، فالعملاء بيسموا حتى العملاء بتوعنا، لا عشان نستفيد ليهم، نعرف طلباتهم، نستجيب لطلباتهم، نقدم لهم الخدمات المطلوبه، ناخد منهم الخدمات المطلوبه الى اخره. ثم اخر نوع من المستوى يا افلام هو الاتصال مع البيئه الخارجيه، وطبعا ده واضح من اسمه، هو عندما تتواصل المؤسسه خارج منها مع مؤسسات اخرى، مش لازم خارج البلد يا جماعه، بس خارج المؤسسه، يعني مثلا من جامعه الملك عبد العزيز الى جامعه ام القرى، مثلا من جامعه الملك سعود، فهمتوني؟ وممكن بقى من جامعه الملك عبد العزيز مثلا الى جامعه القاهره، اللي هو العلاقات المتبادله والخدمات الى اخره، خارج المؤسسه. يبقى دي الخمس انواع من المستويات اللي بتدور داخل اي مؤسسه. كانوا الحقيقه بس مقدمه قبل ما ندخل بقى في السيره الذاتيه. بثينه تقولي الله انت مش قلتي لي هتعلميني ازاي نكتب سيره ذاتيه، خش بقى على السيره الذاتيه. اولا الصوت عالي، طيب او ابعد المايك شويه كده احسن يا عهود، خلاص كده. طب قولوا يا جماعه، خلاص بالنسبه لي ما هوش قريب قوي،
كده احسن. ها ايه رايكم؟ طيب يلا يلا يا بوسينة. بوسينة تقولي الاول ماذا نعني بالسيره الذاتيه يا دكتوره؟ عرفوا السيره الذاتيه يا بنات وتحفظ تعريفها صم. عرفوا السيره الذاتيه قالوا هي ملخص للانجاز التعليمي والمهني والثقافي والمهاري لشخص ما، شخص ما اللي هو انت يعني، بما يناسب عملا محددا يستهدفه هذا الشخص. تاني، هي ملخص للانجاز التعليمي والمهني. بصوا بقى، التعليمي والمهني والثقافي والمهاري، ها، لشخص ما بما يناسب عملا محددا يستهدفه هذا الشخص. طيب يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي. يعني هي عبارة عن بانوراما عنك يا بثينة، كأنك بتقولي للي بيقرأ مين أنا؟ مين أنا يا عم في إيه؟ في خبراتي، في قدراتي، في مهاراتي، في شهاداتي التعليمية، حتى في إيه؟ في هواياتي، فاهمني؟ حتى في بالظبط مين أنا بعرف بنفسي؟ طبعًا بشكل مكتوب يا زرع. طيب هقول بس معلومة صغيرة قوي. بالعربي إحنا بنسميها سيرة ذاتية، لكن بالإنجليزي قدامها مصطلحين. المصطلح الاولاني السي في، طبعا الاكثر شهره كلمه السي في. سي في اختصار كريكلم فيتا. كريكلم فيتا يعني ايه يا بنات؟ يعني الـ يعني ايه المسار المهني لحياه الفرد اختصارا كده. ليه؟ لان كريكلم جايه من الكارير، فاهميني؟ كارير، والفيتا جايه من كورس، فيبقى معناها على بعضها المسار المهني لحياه الفرد. ده مش يعني الجزء ده ليكم انتوا بس، يعني معلومات هو في الكتاب بس لمعلوماتكم بس. ليه؟ عشان بس اقول لكم الجزء اللي جاي ده. في الانجليزي هناك مصطلحين يا بوسينا. سي في زي ما انا ما قلت لكم، وريزيمي. ما اعرفش سمعتوا كلمه ريزيمي ولا لا. سي في زي ما كتبتها لكم، زي ما كتبتها لكم رميه، وريزيمي. انا عارف ان كلمه ريزيمي هي اللي جديده. ماذا نعني بكلمه ريزيمي يا جماعه؟ الريزيمي هو صورة أكثر اختصارا من السي في. يعني مش في نفس طول السي في، مش في نفس التفاصيل والاسترسال بتاع السي في. عادة ما بيزيدش عن صفحة أو صفحتين. لا أكتبها لكم أنا بقى، الأسئلة ما تكتبش بالعربي يا منال. أكتبها لكم أنا أهي. أنا بس كنت خايفة النت يهنج، بس مش مشكلة. هي حتى على فكرة كلمة فرنساوي أساسا مش إنجليزي، عشان تبقوا عارفين. وبيقولوا لاتيني كمان مش فرنساوي كمان. دي واحدة بكتبها لكم اهي. فين اليو؟ ايوه، أول مرة تسمعيها؟ اه لا، احنا عشان يبقى انت ما بتتفرجيش على أفلام كتير أجنبية كتير. أهي يا بنات، هي حتى عشان فرنساوي فالمفروض إن الإي عليها أكسون، عليها أكسون من فوق. طيب ماذا نعني بالريزيمي؟ أنا كتبتها لكم اهي. الريزيمي، نرجع تاني نقول، صورة أكثر اختصارا وأقل استرسالا وأقل تفاصيلا من السيرة الذاتية، لا يجب ألا تزيد عن صفحة ورقة واحدة أو صفحة أو صفحتين بالكثير. بعمد فيها إلى اختصار المعلومات إلى حد كبير، خلاص؟ بعمد فيها إلى اختصار المعلومات إلى حد كبير. أما السيرة الذاتية اللي هي سي في هي أكثر تفاصيلا، أكثر إطالة، بتستعرض كل ما لديك من قدرات. الحقيقه ده الكلام اللي في الكتاب، لكن انا ليا كمان اضافه بسيطه قوي يا بثينه. كمان الريزيميه يا بنات بيبقى مركز على احدث ما اخذتيه. يعني ايه؟ احدث دوره تدريبيه، احدث شهاده تعليميه، فهمتوني؟ دون الاستغراق في الحاجات اللي خدتيها قبل كده. اما السيره الذاتيه اللي هي سي في، لا، الاحدث وحاجات كمان تانيه موجوده من قبل كده. خلاص. طيب رميه تقول لي انت حضرتك هتعلمينا المره دي في الماده ايه؟ السي في ولا الريزيمي؟ السي في. نحن نتحدث عن اليوم عن السي في، اي السيره الذاتيه المطوله، مش المطوله يعني اقصد اللي مليانه التفاصيل، اللي مليانه كل حاجه تخصك الى اخره. خلاص اتفقنا؟ نبتدي بقى. كيف نكتب؟ عرفنا مع طب ايه اهميتها الاول؟ نسيت اقول اهميتها. طبعا الاكثر طلبا، برافو عليك يا ابو سيد. طبعا يا ابو سينا، السيره الذاتيه يعني كفايه انا اقول لك على اهميتها ايه، حاجه واحده بس، انها السفير الذي ترسلينه عنك الى الشركات والمؤسسات. فاما ان يكون نعم السفير الذي يفتح لك الابواب، واما ان يكون بئس السفير الذي لا قدر الله يغلق في وجهك الابواب. يعني ايه اللي انا بقوله ده يا رميه؟ يعني السيره الذاتيه عمرها ما كانت، او دلوقتي بالذات عمرها ما كانت، مجرد ورقه بتبعتيها او ورق بتبعتيه. ده هي يا اما تفتح لك الباب
امتى تفتح لك الباب؟ عندما تقنع قارئها انك الشخص المناسب للوظيفه اللي هو بيدور عليه. يبقى هتفتح لك الابواب ولا لا؟ ابواب ايه يا ابو سينا؟ ابواب المقابله بقى. تبص تلاقي نفسك بيتصلوا عليكي ويقولوا لك موعد المقابله. واما لا قدر الله تغلق في وجهك الابواب لو كانت ايه غير مقنعه، لم تبروزك، ما بينتش ان انت شخصيه قويه وجذابه، ما بينتش ان انت الشخصيه المناسبه لهذه الوظيفه، فتبص تلاقيهم لا يتصل عليكي ولا يعملوا لك مقابله وضاعت الفرصه. اذا هي البوابه الاساسيه هي المعبر الرئيسي للحصول على وظيفه. وعشان كده بقول لكم يا بنات ما بقيناش نبص للسي في على انها شويه ورق. اذا خلونا ندخل في الصميم بقى، كيف نكتب سيره ذاتيه قويه للمحترفين؟ اليكم الاتي. مما تتكون السيره الذاتيه؟ هناخد مع بعض انها بتتكون من 12 طابق او 12 مجموعه من المعلومات. تاني، تتكون السيره الذاتيه من 12 دي واحده زرعه بس بقول الاساسيات، من 12 مجموعه من المعلومات والبيانات. زي ما قالت زرعه، واحد البيانات الشخصيه، طبعا اللي هو مين؟ انا وبياناتي الاساسيه، بيسموها البيانات الشخصيه وبيسموها بيانات التواصل يا بنات. بتحتوي على ايه يا زرعه؟ على اللي هقوله ده على الترتيب كده. نورتي البيت يا دنيا، انا جيت نورت البيت، خلاص؟ واحد الاسم، اثنين الجنسيه، ثلاثه تاريخ الميلاد، اربعه محل الاقامه، خمسه الحاله الاجتماعيه، سته بيانات التواصل. لا لا لا، شهادات وخبرات ايه؟ راميه الله يبارك لكم، معلش انا ليا طلب بايخ النهارده. وقفوا الكلام، وقفوا الكتابه، لانكم بتكتبوا كلام يعني احيانا يعني مسابق، فالبنات بيتلخبطوا. انا لسه في البيانات الشخصيه يا رامي، مؤهلات ايه وخبرات ايه وشهادات ايه؟ تاني، المجموعه الاولى من المعلومات في السيره الذاتيه هي البيانات الشخصيه، تحتوي على ايه يا بنانينتي؟ على اللي قلته ده، نقوله تاني. الاسم، الاسم رباعي من واقع بيانات بطاقه الهويه. الجنسيه، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه ميلاديا وممكن هجريا. محل الاقامه اللي هو انتم بتسموه البريد التواصل اللي هو بي او بوكس. الحاله الاجتماعيه مختصره، فاهميني؟ بيانات التواصل زي العنوان البريدي ماشي، وارقام الهواتف ارضي وجوال، ثم اخر حاجه الايميل ادريس، البريد الالكتروني. زرعه تقول لي كمان، اقول لك اصبحت دلوقتي شيء رئيسي في كل السير الذاتيه، لان ما عادش حد بيتواصل الا عن طريق البريد الالكتروني. خلاص خلصنا اول مجموعه من البيانات والمعلومات، ندخل على الجزء الثاني، الهدف. بيسموه الهدف، بيسموه الرؤيه، بيسموه الغرض، كلها اسم حاجه واحده. هو عباره عن بيتكتب على طول بعد بيانات التعريف. الهدف منه أن يرسم عنك صورة إيجابية، يرسم صورة إيجابية عن المتقدم للوظيفة دي. لازم يكتب بأسلوب قوي، لازم يبقى عبارة عن تحديد للمكونات والموضوعات اللي تحديد قصدي للهدف اللي هو عايز يحققه. يعني إيه؟ أنت عايزة إيه من الوظيفة دي؟ خلاص؟ يبقى دي الهدف. خلي بالك ما تتسرعيش في كتابته، لأنه بيأثر جامد جدا في قراءة السيرة الذاتية. اكتبيه مره واثنين وثلاثه وسمعي لي ودانك يا ابو سينا لغايه ما تحسي انه قوي ومعبر. انت هدفك ايه من ورا السيره الذاتيه دي او من ورا الوظيفه دي؟ طيب ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه، الدرجات والشهادات التعليميه او العلميه. الدرجات والشهادات العلميه كيف تكتب؟ اولا خلي بالك من اللي جايه دي مهمه جدا. السيره الذاتيه ترتب زمنيا بدءا من الاحدث. حد يكتبها ورايا يا بنات. السيره السيره الذاتيه ترتب زمنيا بدءا من الاحدث الى الاقدم في كل حاجه. المهم دلوقتي اللي انت وصلتي له مش اللي انت بداتي عنده. اما عند الشهادات التعليميه فايضا تكتب بدءا بالاحدث، لكن لا داعي لذكر ما سبق. تاني، يعني السيره الذاتيه كلها بشكل عام يا بنانيت بتكتب بدءا بالاحدث، يعني 1435 ثم 34 ثم 33 وهكذا. لكن في الشهادات التعليميه بقى كمان زياده. شكرا يا رامية، كتر خير، كتبتها لكم رامية اهو. انما بقى كمان يا رامية في الشهادات التعليميه كمان على وجه الخصوص بقى ترتب بدءا من، لا من الاقدم للاحدث. ازاي يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ليه يا ماما كده كتبتي المعلومه غلط؟ من الاحدث الى الاقدم. بص عليك يا رمية. لا لا لا، انا اللي هكتبها. البنات يقولوا اروح انا في داهيه، ده لسه جاي فيها سؤال الترم اللي فات. السيره الذاتيه
السيرة الذاتية ترتب بدءا من الأحدث إلى الأقدم زمنيا. حصل خير، أنا بس عارفة اللي هيقروها هينسوا الكلام ويفتكروا العبارة دي. السيرة الذاتية ترتب بدءا من الأحدث إلى الأقدم زمنيا، وهكمل بقى. وفي الشهادات التعليمية يكتفى بالأحدث ولا داعي لذكر ما سبق. يعني ايه لا داعي لذكر ما سبق؟ ليه يا رامية؟ لانه منطقي، ما حدش هيوصل ليه ان ياخد البكالوريوس ما لم يكون خد الثانوية العامة و الى اخره. عادة لا يذكر التعليم ما قبل الجامعي لانه لا داعي لذكره. اللهم الا ايه يا رامية؟ اللهم الا لو كنت عاملة حاجة مميزة قوي 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 عايزة تذكريها، طالعة الاولى على السعودية، طالعة الاولى على جدة، فهمتوني؟ بس هنا ساعتها اذكرها. والحالة التانية اللي بذكر فيها الشهادات الأخرى الدرجات العلمية الأعلى اللي هي الدكتوراه والماجستير والدبلومات، بيكتبوا الأول الدكتوراه الأول ثم الماجستير ثم الدبلومات ثم البكالوريوس. طيب كيف يكتبوا؟ واحد مسمى الشهادة، اتنين اسم الكلية اللي هي الجهة المانحة، تلاتة اسم الجامعة، أربعة سنة الحصول على الشهادة، خمسة التقدير الدراسي شريطة أن يكون متميز. يعني إيه؟ يعني لو كان التقدير الدراسي بتاعك التراكمي ضعيف لا داعي لذكره. لا داعي لذكره ليه يا عهود؟ لأنه هيخليهم يلتفتوا ليه يعني يضعف فرصك. الكلام اللي أنا كتبته طلع لعهود بس مش طلع للبنات كلها، يا دي الخيبة عليا. الكلام اللي كتبته طلع ليه عهود بس. صح يا عهود؟ صدقوا يا سبحان الله، بنات ماذا حدث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بناتي ماذا حدث يا بناتي؟ بنات ابن الله يهديك في ايه؟ تسجل؟ الا تسجل ازاي؟ عندي انا ما تسجلش وبادئ معايا من الصفر تاني اهو. يا ريت والله. يعني انتوا عندكم طالع التسجيل ايه؟ امال انا بادئ عندي من الصفر تاني في وقت. طب والله كويس، يلا نكمل بس. يلا نكمل يا ابو سينا. قلنا كيف نكتب، مش عارفه وصلت لغايه معاك في الكلام لغايه فين. نرجع تاني، معلش نقول الدرجات العلميه تاني. قلنا السيرة الذاتية بشكل عام يا بنات تكتب مرتبة زمنيا بدءا بالأحدث إلى الأقدم، لكن في الشهادات العلمية كمان بنكتفي بدرجة البكالوريوس ولا داعي لذكر الشهادات السابقة. لا أقول بس الشهادات تاني، لأن زي ما اتفقنا طبيعي إن الإنسان خدها، قلنا ما لم يكن له ترتيب مميز. قلنا إزاي نكتبها تاني، قلنا اسم الشهادة، مسمى الشهادة، اسم الجهة المانحة، سنة الحصول عليها، التقدير الدراسي قلنا شريطة أن يكون إيه؟ له قيمة.
طيب ندخل في التسلسل الوظيفي، لا لسه التسلسل الوظيفي يا زرع، انا موتش التسلسل الوظيفي يا بنات، خلي بالكم بقى. التسلسل الوظيفي يا زرعه هي معلومات هنذكرها لو انا صاحبه خبره سابقه. يعني ايه خبره سابقه يا بوسينا؟ يعني لو كنت اشتغلتي في مهن سابقه، اما اذا كنت لم يكن لك اي وظائف قبل كده مش هتحطي التسلسل الوظيفي. خلاص؟ يعني اذا كنت حديثه التخرج مش هتحطي على التسلسل الوظيفي، هتحطي بداله ايه؟ حاجه هناخدها في اخر السيره الذاتيه اسمها انشطه متنوعه. يبقى تاني لو انا صاحبه خبرات عمليه وظيفيه هكتب التسلسل الوظيفي، طبعا برضو بدءا بالاحدث، برضو بدءا بالاحدث. طيب لو انا حديثه التخرج وما عنديش اي خبره وظيفيه قبل كده مش هحط التسلسل الوظيفي وهحط حاجه مكانه اسمها انشطه متنوعه. لا 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 لا، الدورات حاجه تانية، التسلسل الوظيفي يا ابو سنه يعني المهن السابقه، الوظائف يا حبيبتي اللي اشتغلت فيها قبل كده. انا مالي اقول الدورات، الدورات طبق لوحده خالص، الدورات مجموعه لسه من المعلومات جايه لوحدها خالص يا ابو سينا. يا بنات التسلسل الوظيفي اي المهن اي الوظائف، اسمه حتى الوظيفي، الخبره الوظيفيه. برافو عليك يا زرع، اكن الاول اسمها كده الخبره الوظيفيه. يعني افترض يا ابو سينا انت قبل ما تقدمي على المستشفى الملك فيصل دي كنت مثلا اشتغلتي قبل كده ما شاء الله ما شاء الله 3 سنوات مثلا في مستشفى الملك فهد اللي قفلوه، وقبلها مثلا 5 سنوات في مستشفى جامعه الملك عبد العزيز، فهمتيني؟ يبقى انت كده اسمك عندك تسلسل وظيفي، اي عندك خبره وظيفيه. طيب لو انا ما اشتغلتش بقى وخريجه جديده مش هحط الجزء ده خالص، هحط بداله زي ما اتفقنا انشطه متنوعه. خلاص فهمتوا؟ طيب يبقى لو في هكتب، لو ما فيش مش هكتب. تعالوا بقى نكمل، نبتدي بخمسه المهارات. المهارات هي برضو اكثر تحديدا من الخبرات. المهارات المقصود بيها كل عمل مهاري او كل مهاره عند حضرتك بتستخدميها او بتتميزي بيها. يعني ايه؟ اتقان اللغه الانجليزيه مهاره. خلي بالك المهاره هو اتقان الشيء، انما الخبره هو استخدام الشيء. يعني في حاجات بيبقى الواحد ماهر فيها لكن عشان ما استخدمهاش لسه ما عندوش خبره فيها. فهمتوني؟ طيب المهارات هي الحاجات اللي انت بتتقنيها، انت بتجيدي اللغه الانجليزيه لكن لسه يمكن ما عندكيش خبره في استخدامها في كتابه التقارير مثلا. قسم المهارات مهم جدا، مهم جدا للاثنين، لحديث التخرج واللي عنده خبره. وعلى فكره اذا ما كانش عندك اي مهارات هيضعف السيره الذاتيه. ان ما كانش عندك اي مهارات هيضعف السيره الذاتيه. زي ايه؟ بقولنا اجاده اللغه الانجليزيه، اجاده الحاسب الالي، مثلا اجاده ايه كمان يا بنات؟ ايه ممكن يبقى مهاره عندي؟ اجاده ايه تاني؟ اجاده لغات مثلا الى اخره. طيب 6 الخبرات. قلنا الخبرات هي اكثر تحديدا من المهارات. ممكن يبقى عندك خبرات في 3 انواع، الخبرات البحثيه او الخبرات في كتابه الكتابه العلميه او خبرات تنظيم المناسبات العمليه والعلميه. لازم تعكس ايه الخبرات يا ابو سينا؟ قدرتك على انك تكوني انسانه منجزه. انا انسانه منجزه قادره على اني يا عم عندي خبره، لو عايز تنظم مؤتمر انظمه لك، لو عايز فهمتيني وهكذا. طيب 7 و7 و9 و10 مجموعه من المعلومات الاختياريه. يعني ايه الاختياريه يا ابو سينا؟ يعني لو موجوده هتحطيها، لو مش موجوده مش هتحطيها. اديني اسرع شويه يا بنات. 7 الاشتراك في الجهات المهنيه ذات العلاقه. يعني لو انت عضو في اي جمعيه من الجمعيات المتعلقه بالمهنه بتاعتك اذكريها. ما انتش عضو خلاص مش هتذكري. 8 جايه اهي بقى يا ابو سينا، الدورات التدريبيه. والدورات التدريبيه واحده من اهم المعلومات اللي لازم تكتب في السيره الذاتيه. برضو بترتب بدءا بالاحدث. خلاص بقى مش هقولها تاني. الدورات التدريبيه تكتب زمنيا او ترتب زمنيا من الاحدث الى الاقدم. طيب كيف اكتبها؟ 1 جهه التدريب، 2 تاريخ التدريب، 3 المده الزمنيه للدوره، 4 المفروض كان اسم الدوره في الاول طبعا. خلاص؟ على فكره الدورات التدريبيه ممكن تبقى اهم حتى من الشهادات التعليميه. لان الدورات التدريبيه دلاله انك انسانه بتحرص على تطوير نفسك. طيب اللي بعدها 9 النشر العلمي. يعني ايه النشر العلمي؟ يعني لو حضرتك نشرتي اي حاجه من انتاجك العلمي، ليكي مقالات منشوره، ليكي كتب منشوره، ليكي رسائل، فهمتوني؟ رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، ابحاث، ان شاء الله براءه اختراع، هتذكري الكلام ده كله؟ مفيش مش هتذكري. برضو اللي بعدها الجوائز. والله واخده جائزه الدوله، واخده جائزه الابداع، واخده جائزه التميز، هتذكري؟ مش واخده مش هتذكري. خلاص؟ 11 ده بقى تاني يطبق اجباري، دي معلومات اجباريه بقى. يعني الكل لازم يكتبها. هي عباره عن ايه يا زرع؟
حد ناس اسمهم المعرفون. المعرفون دول مجموعة من أشخاص لهم مكانتهم العلمية والوظيفية، يفضل أن يكونوا من رؤسائك المباشرين، أنت اللي بتختاريهم، بتختاري تكتبيهم يعني. يفضل زي ما كنا يكون، يفضل زي ما كنا قلنا أن يكونوا من رؤسائك المباشرين. ليه؟ يكونوا اتعاملوا معاكي، عرفوا مهاراتك وعرفوا قدراتك وعرفوا خبراتك، فيعرفوا يتكلموا عنك. فهمتيني؟ اختاريهم ممن عملتي تحت ايدهم، كنت مثلا مساعده ليهم، كنت تحت ايديهم على طول. زرعه تقولي طب افرضي ان انا ما اشتغلتش قبل كده، اختارهم منين؟ هيبقوا من اساتذتك يا زرعه اللي درسوا لك، بس على شرط برضو اختاريهم من الاساتذه اللي كانت ليك علاقه معاهم. يعني ايه ليك علاقه؟ يعرفوا يتكلموا عنك. ما تحطيش اسماء اساتذه يعني ما لهمش علاقه بيكي خالص. فانا طيب هيتكتبوا ازاي؟ ممكن هم دول عباره عن ايه يا بنات؟ دول بتقولي للبيرة السيره الذاتيه، لو عايز تعرف المزيد عني وعن قدراتي وخبراتي اسال فلانه وفلانه وفلانه، فيمكن الرجوع اليهم. طيب اكتبهم ازاي؟ بياناتهم ازاي؟ الاسم ثم اللقب الوظيفي او يعني الوظيفه واللقب العلمي ثم بيانات التواصل معاهم، وافضل انك تحطي البريد الالكتروني والرقم الارضي، لا يجب وضع رقم جوالهم لان جوالهم ده شيء شخصي. خلاص. اخر حاجه قلناها قبل كده السيره الذاتيه، الانشطه المتنوعه. قلنا الانشطه المتنوعه ده قسم خاص بحديث التخرج اللي ما عندهمش ايه؟ تسلسل وظيفي، فاكرين؟ طيب هو اللي بيعوض ان هم ما عندهمش خبرات وظيفيه. بنكتب ايه في الانشطه المتنوعه دي؟ كل ما مارستيه من انشطه وانت طالبه، دورات خدتيها، خدمات تطوعيه، خدمات مجتمعيه، انشطه طلابيه، كنت عضو في نقابه مثلا، كنت عضو قصدي في جمعيه العلاقات العامه، كنت عضو مثلا في نادي القراءه في الجامعه، كنت عضو مثلا في احنا عندنا لجنه اسمها دلوقتي اسمها لجنه تنظيم المؤتمرات. كل ده طالما انت مارستيه وانت طالبه حطيه في السيره الذاتيه، لانه هينقل عنك صوره واضحه وقويه انك ايه؟ نشيطه. وكانك بتقول يا زرعه للبيره السيره الذاتيه، يا عم انا لسه ما عنديش خبره في العمل لكن انا كنت طالبه نشيطه. خلاص كده خلصنا السيره الذاتيه. بس انا تقولي طب مش كفايه كده؟ او لا، خلصت ككتابه، بس اليكي بقى ال 12 نصيحه اللي هقولهم دول عند كتابه السيره الذاتيه، وال 12 تحذير الذي يجب الابتعاد عنه. تاني اليكي ال 12 نصيحه التي يجب مراعاتها عند كتابه السيره الذاتيه، وال 12 نصيحه محظور الذي يجب الابتعاد عنه. خلينا في ال 12 نصيحة الأول. واحد، لابد عند كتابة أولا نقول بس حددي ماهية وظيفتك بدقة. يعني إيه؟ لما تيجي تكتبي في التسلسل الوظيفي الوظائف اللي اشتغلتي فيها، أرجوكي اكتبي الأسماء الوظيفة صح بدون مبالغة وبدون ما تكتبي كلام غامض. يعني إيه؟ يفضل كمان تحطي زي ما بيقولوا كده إيه؟ تعريف بسيط بالوظيفة اللي أنت كنت فيها. يعني إيه تعريف بسيط؟ كانك بتقولي اللي بيقرا ده، يا عم انا كنت مثلا يعني بصينا تكتب مثلا كنت مثلا ايه انا عايز اقول حاجه غير مديره طبيه، نقول مثلا ايه مثلا مديره طبيه. طب الناس ما تعرفش يعني ايه مديره طبيه، ممكن تكتبي بقى حيث كنت المسؤوله عن اداره المستشفى من الزاويه الطبيه مثلا. خلاص. فبيسموه ايه؟ يراعى عند كتابه التسلسل الوظيفي انك تكتبي الوظائف بدقه، وفي نفس الوقت ايه؟ تشيري الى طبيعه الوظيفه كانت ايه. طيب لان خلي بالكم يا بنات، اسامي الوظائف والمهام بتختلف من مؤسسه لاخرى. ادي نمره واحد. نمره اثنين، يجب التزام منتهى الدقه والحرص عند كتابه التواريخ والاسماء في كل السيره الذاتيه. بمعنى ايه يا زرعه؟ اياكي وتدخل التواريخ، اياكي. فهماني؟ يعني مثلا الاقي بوسانه كاتباني ايه مثلا من 1/1/1433 الى مثلا 1/1/1435 انها كانت في مستشفى مثلا الملك فهد، وبعدين ارجع الاقي كاتبه التاريخ ده تاني انها كانت في مستشفى الملك فيصل. الله، انت كنت في فهد ولا فيصل؟ ده بيسموه تداخل التواريخ، ده يعكس عنك شيء في منتهى الخطوره. طيب ثلاثه، اهتمي بالتفاصيل بس على شرط التفاصيل ذات العلاقه بالموضوع، مش التفاصيل الممله. فهماني؟ كل ما يميزك، كل ما يبرزك، كل ما يقوي السيره الذاتيه بتاعتك من تفاصيل اكتبيه. بوسانة تقولي زي ايه؟ اديني مثلا. اقول لك مثلا، لو افترضنا يا بوسانة انك كنت عضوه في مثلا في اللجنه اللجنه المتعلقه بالاداره الطبيه اللي كانت السبب مثلا في ان المستشفى دي حصلت على شهاده الايزو، تكتبي كده كنت عضوه في اللجنه المؤهله لشهاده الايزو. دي تفاصيل مطلوبه. طيب اربعه، راعي النسبة والتناسب عند كتابة السيرة الذاتية. يعني ايه؟ ما تجيش عند جزء معين او قسم معين في المعلومات وتفرديله مساحة كبيرة قوي
وقسم تاني ايه تختصريه قوي كده مش هيبقى كويس. لازم تراعي مثلا الخبرات والمهارات يتناسبوا مع بعض، فهماني؟ اسمها ايه دي، الشهادات التعليميه والدورات يتناسبوا مع بعض. يعني راعي بس التناسب، النسبه والتناسب في السيره الذاتيه، يعني ما تجيش عند حته تكتبي فقره واحده وحته تانيه تفرجي قوي الكلام. طيب خمسه، اهتمي جدا بالمعلومات المتعلقه بموضوع السيره الذاتيه. يعني ايه؟ يعني مثلا عند المهارات ركزي على المهارات اللي لها علاقه بالعمل، مش المهارات اللي يعني مثلا تكتبي لي صيد السمك او تكتبي لي عزف البيانو. طب انا مالي، انا مش عاوزك في المهنه دي صيد السمك ولا عزف البيانو، انما خليها في الاشياء ذات العلاقه بالايه بالعمل، وبالتالي برضو تبروزك. طيب برضو من النصائح المهمه جدا، السيره الذاتيه تكتب باسلوب واضح ومباشر وبسيط. كوني واضحه، كوني واضحة بمعنى ايه؟ بلاش الكتابة الغامضة، بلاش الكتابة المعقدة، بلاش تفترضي ان كل حد عارف الاختصارات، لا داعي للاختصارات غير المفهومة، فاهماني؟ اكتبي الكلام اللي مفهوم لدى الكل. برضه شوفي اللي جاية دي، راعي طول السيرة الذاتية، الحقيقة ان مفيش طول محدد للسيرة الذاتية، يختلف حسب خبرات الفرد السابقة وفترة عمره، فترة يعني او العمر اللي قضاه في الشغل قبل كده، هو نفسه عنده كام سنة، شهاداته التعليمية، طبعا بتختلف من شخص لاخر كل ده، لكن المؤكد ان حاولي بقدر الامكان الاختصار فيما هو اقل اهميه والتفاصيل فيما هو مهم. فهمتيني؟ انما ما تسيبيش يا بوسينا في كلام فاضي، ما تستطرديش، ما تسيبيش يعني ما تطوليش الكلام. طيب اللي بعدها، كوني دقيقه في كتاباتك، اياك والاخطاء الاملائيه والنحويه، اياك والاخطاء في تظبيط السيره الذاتيه، فاهميني؟ لانها بتضعف السيره الذاتيه جدا جدا جدا. بعد ما تكتبيها حطيها على المدقق الاملائي وخلي كمان حد يقراها معاكي. راعي التنظيم، نظمي افكارك وحطيها في نسق معين يسهل قراءته، اتبعي النسق المعروف للسيره الذاتيه. نسق يعني ايه يا بنات؟ يعني النماذج الثابته. ودلوقتي في مواقع كتيره جدا ما شاء الله ما شاء الله هتحط لك نماذج مختلفه في السيره الذاتيه، اللي بيحط على النماذج الفرنسيه على المدرسه الفرنسيه، واللي بيحط على المدرسه البريطانيه، فاهماني؟ ادخلي على المواقع دي، والحقيقه في الكتاب مديكي اسم الموقع، وفي اكتر من موقع، جوجل نفسه دلوقتي عامل موقع لكتابه السيره الذاتيه. طيب النصيحه ال 11، حاولي ان تجعلي مسيرتك الذاتيه مقنعه، تقنع الشخص اللي بيقرا، مقنعه بايه؟ بانه بيتعامل مع شخص نشط فعال، فاهماني؟ فخلي اللغه فيها حيويه قويه، خلي التعبير فيها ان انت على طول انسانه اكتف ونشيطه، على طول بتاخدي دورات وعلى طول بتطوري من نفسك. اخر حاجه، استخدمي العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه لانها بتنظم السيره الذاتيه. يعني ايه العناوين الرئيسيه والفرعيه؟ اللي انا قلتهم دول ال 12 دي عناوين رئيسيه، من جوه بحط العناوين الفرعيه. طيب دول ال 12 نصيحه، امال ال 12 محظور؟ اول محظور يجب الابتعاد عنه يا بوسينا، كلمة سي في لا تكتب في وسط السيرة الذاتية بالعربي أو بالإنجليزي، يعني تكتبليش في نص سيرة ذاتية أو سي في، لا خلاص، أو في 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 أول السيرة الذاتية يعني، أمال ولا في أي مكان، أمال بتتكتب إيه اللي بيكتب على رأس السيرة الذاتية؟ اسم حضرتك، وبعدين بقى تتولى البيانات، يعني تكتبي كده بوسينة ابن صالح ابن سالم بوارث، وبعدين تبتدي تكتبي البيانات. طيب، نمرة 2، السيرة الذاتية لا تكتب لا على ورق ملون ولا على ورق مزخرف، السيرة الذاتية تكتب على ورق أبيض أو كريمي سادة عادي عالي الجودة اللي هو 80 جرام اللي هو احنا بنقول عليه الـ A4. خلاص؟ نمرة 3، مش معنى كده بقى يعني فاهميني مش هروح أجيب ورق ملون وشجر وحاجات كده، لا طبعًا. نمرة 3، السيرة الذاتية لا تتسرعي في تقديمها إلا لما ترجعيها مرة واثنين وثلاثة عشان تتأكدي من 1، خلوها من الأخطاء الإملائية والنحوية، 2، خلوها من أي تداخل في التواريخ، 3، أي معلومة ناقصة ما تذكرتش. طيب 4، لا داعي لذكر التفاصيل في الأشياء التي لا تهم صاحب العمل، زي إيه؟ الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية بيكتفى فيها بثلاث حالات، آنسة وعزباء ومتزوجة، بس عزباء تشمل أرملة ولا مطلقة، ملوش هو في التفاصيل دي، فهمتوني؟ طبعًا ما بتذكرش طبعًا عندك أولاد ولا لأ، زي في مصر كان يقول لك متزوج وأعول، أنا مالي تعول ولا ما تعولش، ماشي؟ 5، قلناها دي، لا داعي لذكر اختصارات غير مفهومة ولا مدلولة لها حتى لا يفهمها قارئ السيرة الذاتية. اللي بعدها، احرصي على أن تطبعي السيرة الذاتية طباعة فخمة فاخرة، وعشان لما تيجي تتصور تبقى كمان واضحة. إياكي والطباعة طبعًا المشوشة البهتانة، مثلًا اللي هو زي ما تقولي الحروف كده طالعة على بعضها. برضه من المحظورات المهمة جدًا،
انا قلت راعي الاختصار بس على شرط لا ياتي الاختصار على المعلومات المهمه يا زرع. لا يجب الاختصار فيما تملكين من نقاط قوه، فيما تملكين من حاجات مميزه. بالعكس زي ما اتفقنا الحاجات دي استفيدي فيها. اختصري في ايه؟ في الحاجات اللي مش مهمه، في الحاجات العاديه. طيب اياكي ثم اياكي ثم اياكي من حاجتين في السيره الذاتيه، الكذب والمبالغه. اياكي من الكذب واياكي من المبالغه، فاهميني؟ لا تكذبي في تاريخ ولا تكذبي في وظيفه ولا تكذبي في مسمى وظيفه، واياكي والمبالغه. طيب اذا كنت تستهدفي العمل في مجال ما عندكيش خبره كثيره فيه، استخدمي النسق الزمني. يعني ايه النسق الزمني؟ اي السيره الذاتيه المرتبه زمنيا. إيه لا سوري، العكس العكس يا بنات. تاني يعني لو بتقدمي على وظيفه وانت ما عندكيش خبرات سابقه، استخدمي النسق الفعال. ميزه النسق الفعال ايه يا بنات؟ انه ما بيهتمش بالسنين، بيهتم بالايه؟ بالمهارات والقدرات. لكن لو انت صاحبه خبرات كتيره يا بوسينه، يعني اشتغلتي كتير واشتغلتي في كذا حته واخده دورات كتير، استخدمي النسق الزمني. يعني ايه النسق الزمني؟ اللي بيمشي سنه سنه، لان ساعتها هيبان مدى ابداعك وجهودك في كل سنه. طيب اياكي ان تستنسخي، يعني ايه؟ ما تجيش عند الوصف الوظيفي اللي كان محطوط في الاعلان في الجورنال وتقومي واخده منه نسخه وحاطاه في الهدف. هما كاتبين مثلا ايه؟ نسعى الى مثلا ايه؟ طبيبه متميزه او إيه سوري اداريه متميزه في مجال الاداره الطبيه تتميز مثلا بكذا كذا كذا. انت مش عارفه تحطي الهدف او الغرض او الرؤيه، تقومي واخده النص الكلام ده وحطاه زي ما هو. اوعي، هيقع في السيره الذاتيه بتاعتك جدا. خلاص؟ برضه من الحاجات المهمه جدا يا بوسينه، لا داعي انك تقدمي سيرتك الذاتيه في اماكن انت اقل منها. يعني انت قريتي الشروط، مطلوب شروط، في شروط ما بتنطبقش عليكي، ليه تقدمي؟ معلش ما تزعليش مني، هي سخافه. ثم اخر حاجه، ترسل السيره الذاتيه دون ارفاق اي شهادات معاها. مفيش شهادات بتتبعت معاها. زرع تقولي الله، امال الشهادات اللي معايا اللي هتثبت ان انا خدت مثلا البكالوريوس وشهادات الدورات وشهادات التسلسل الوظيفي؟ هتاخديها حلوه بس ساعه المقابله لما يطلبوا. برافو عليكي، برافو عليكي يا فلان. ولا شهادات ولا صور ولا اي حاجه، السيره الذاتيه بتتبعت الاول. ومعاها ايه اللي هقوله دلوقتي ده اللي بعدين، اللي هو خطاب التقديم للعمل. طيب قبل ما ندخل على خطاب التقديم، السيره الذاتيه نوعين، اما سيره ذاتيه ورقيه واما سيره ذاتيه الكترونيه. الحقيقه طبعا الالكترونيه دلوقتي هي الاكثر انتشارا. الورقيه هي التي تكتب على ورق عادي وترسل عن طريق الفاكس، فاهميني؟ او عن طريق حتى البريد العادي، لو احنا بعتها كده بالبريد العادي. وهي نوعين على فكره، لسه قايلين اهو، المرتبه زمنيا والمرتبه وظيفيا. المرتبه زمنيا احنا قلنا ايه؟ هم الاشخاص اللي عندهم ما شاء الله ما شاء الله خبرات عاليه وقدرات مهارات عاليه، وكل سنه عندهم انجاز، فيبتدوا يرتبوا انجازاتهم زمنيا طبعا بدءا بالاحدث. يعني مثلا عهود ما شاء الله اشتغلت في خمس ست وظائف قبل كده وخدت 10 12 دوره، تكتبها زمنيا بقى 1435 1434 وهكذا. اما اللي ما عندهمش خبره زي ما اتفقنا، هيعملوا بالاسلوب الثاني او النوع الثاني اللي هي السيره الذاتيه المرتبه ترتيبا وظيفيا. دي بقى ميزتها انها ما بتركزش على السنوات يا عهود، ولكن بتركز على المهارات، بتهتم بالمهارات المتنوعه اللي انت اللي عندك، فاهميني؟ دي بتناسب زي ما اتفقنا الاشخاص اللي عندهم مهارات كتيره متعلقه، لكن مش يعني مهارات كتيره بس مش بالضروره تكون متعلقه بالوظيفه، وفي نفس الوقت ايه ليهم فترات كتير قعد في البيت، يعني ما بيشتغلوش كتير، ما عندهمش خبره كتير. خلاص يبقى النوعين دول في السيره الذاتيه الورقيه. اما السيره الذاتيه الالكترونيه هي الحقيقه مش انواع، لان زي ما اتفقنا ليها نماذج، ليها نماذج فارغه ثابته، يعني هي اللي بتتكتب عن طريق الكمبيوتر وتتبعت عن طريق النت، وزي ما اتفقنا ليها نسق معين وليها نماذج معينه، وهو حتى بيقول لك مديك عنوان تخش عليها. خلاص خلصنا اول سلاح في ايدينا يا بوسينا وهو السيره الذاتيه. ندخل على السلاح الثاني وهو خطاب التقديم للعمل، او ما يعرف بالكفر ليتر. خطاب التقديم، انا عارفه ان الكلام ده ممكن يبقى جديد عليكم بقى. خطاب التقديم ايه هو؟ خطاب التقديم يا بوسينا تعريفه ايه؟ هو الخطاب اللي بيرفق مع السيرة الذاتية. طب ايه الهدف منه؟ بيقدم المزيد من الشرح والتوضيح عنك اللي هو صاحب السيرة الذاتية، يعني وعن مهاراته ومؤهلاته. هتقولي طب ايه الفرق بينه وبين السيرة الذاتية؟ انه اكثر اختصارا وانه يتضمن معلومات التواصل معك. تاني، انه اكثر اختصارا من السيرة الذاتية وانه يتضمن بيانات التواصل معك. طيب عهود تقولي طب ايه اهميته؟ ما كفايه السيره الذاتيه؟ اقول لها لا، هو بيلعب اهميتين يا عهود. نمره واحد، هو بيلفت انتباه اللي بيقرا السيره الذاتيه بتاعتك الى ايه؟ الى مواطن القوه. بيلفت الانتباه الى مواطن القوه اللي عندك قبل ما يقرا السيره الذاتيه.
ايه نقاط القوه اللي عندك، ايه نقاط التميز، اي نقاط قوه وتميز يعود ذات العلاقه المباشره بالوظيفه. عشان كده خطاب التقديم للعمل بتكتب متفصل على كل وظيفه، لكن السيره الذاتيه بتكتب بشكل عام. طيب ايه الميزه الثانيه بتاعته؟ انه زي ما اتفقنا بيتضمن كل بيانات التواصل معاك بيكي. اولا هو بيبقى صفحه واحده بس، وزي ما اتفقنا بيتبين كل عناوين التواصل معاكي، فاهماني؟ انسب المواعيد، اتزان تواصل معاكي الى اخره. اضمن لي انه يزود من فعاليه التواصل. طيب كيف يكتب بقى؟ ركز يا حاج في الكلام ده. كيف يكتب لو خطاب التقديم؟ واحد، على الناحيه اليسار، لو انت بتكتبيه بالعربي، على الناحيه الجزء العلوي الايسر من الخطاب هتكتبي البيانات التاليه، اللي هي ايه؟ بياناتك انت يا بوسينه، اسمك، طرق التواصل معاكي، البريد الالكتروني بتاعك وجوالك. وطبعا على الناحيه اليمين لو بتكتبي بالانجليزي. طيب اتنين، على الناحيه الثانيه، يعني على الناحيه اليمين لو بالعربي وعلى الناحيه اليسار لو بالانجلش، هتكتبي بيانات المرسل اليه، اللي هي الشركه اللي انت هتبعتي عليها، الشركه، المؤسسه الى اخره، مين اللي انت بعتها لها دي، مكتبها، عنوانها الى اخره. ثلاثه، لازم تحددي اسم الوظيفه او مسمى الوظيفه اللي انت مقدمه عليها، لان ممكن الشركه تبقى منزله عن كذا وظيفه. بوسانه كاتبه مثلا ايه بخصوص او بصدد الوظيفه، تحديد الوظيفه، برافو عليك يا افنان، مثلا خاصه بمديره الاداره الطبيه ورمزها كذا، لو في رمز كمان تحطيه. ويفضل بقى ايه كمان؟ انك تقولي عرفتي منين بالوظيفه دي، هتقولي مثلا يا افنان ايه والتي نشر او مثلا والتي تم الاعلان عنها عبر جريده عكاظ مثلا في يوم كذا. خلاص يبقى دي تالت حاجه. رابع حاجه، عرفي بنفسك كويس قوي. دي واحده يا بنات، دي واحده. صحيح يا بنات، انا افتكرت اللي فيكم تقدر تيجي بكره، بس انا مش عارفه هيرضوا يدخلوكم ولا لا. بكره انا عامله مراجعه لبنات الانتظام عشان عندهم الاختبار الدوري الاول، عامله لهم مراجعه فيه يا بنات. خلاص قلنا بقى الجزء اللي بعد كده بيحتوي على التعريف عن نفسك العلميه، يعني درجتك العلميه ووظيفتك الوظيفي، اي حاجه تميزك، اي حاجه تخليكي عاملاها بكره زي ما سمعت يا منال، عندي اما من 10 ل 11 يا اما من 12 ل 1. من 10 ل 11 يا من 12 ل 1. تاني، من 10 ل 11 او من 12 ل 1. بس انا ما اظنش ان هم هيرضوا يدخلوكم يا بنات، لان بكره الخميس وبنات الانتساب والتعليم عن بعد ممنوع يدخلوا. معلش خلينا بس نكمل، اوكي؟ نكمل بقى، يبقى دي نمرة 4. نمرة 5، لابد يكون جزء بيحتوي على أهم، أيوه، أبرز وأهم إنجازاتك زي ما قال السهيلة. الجزء نمرة 6، جزء بيوضح ليه أنت مهتمة إنك تشتغلي في الشركة دي، أو ليه أنت مهتمة تنضمي للمؤسسة دي، يبقى معناها إنك عارفة عنها معلومات، عارفة عنها أنشطة، فهمتوني؟ طيب. نمرة 7، هتختتم الخطاب ببيانات التواصل معاكي وتحديد وقت وموعد للمقابلة الشخصية، هتشكري المرسل إليه، وبعدين تبتدي توقعي الخطاب بعبارات طبعا ودودة، أشكر لكم حسن تعاونكم مع الدعاء للمؤسسة بالتقدم والازدهار، وبعدين ترجعي تكتبي رقم هاتفك تاني تحت. يبقى أنا كتبته فوق وكتبته تحت. هدي بس آخر حاجة مجموعة من النصائح عند كتابة خطاب التقدم للعمل، ونقف لغاية هنا مش مشكلة، معلش كمل المحاضرة الجاية. مجموعة من النصائح الهامة جدا يا سهيلة لازم تراعيها عند كتابة خطاب التقديم. واحد، يجب ألا يزيد خطاب التعريف أو خطاب التقديم عن صفحة واحدة فقط بأي حال من الأحوال، لأن زي ما اتفقنا هو مختصر، لو عايزة تطولي مسيرة ذاتية موجودة. اتنين، لازم يفضل انك تبقى عارفه الخطاب موجه لمين، يعني الموجه لمين بالاسم، فاهميني؟ يعني ايه؟ يعني بلاش يبقى الى من يهمه الامر الا في اضعف الايمان، الا في اضعف الايمان. انا عايز اعرف مين ده، هيوجهه لمين مثلا؟ رئيسه مجلس الاداره فلانه، يفضل بالاسم كمان، وطبعا يفضل تكتبي اسمها صح بكل بياناتها الصح. طيب نمرة 3، ودي اللي انا اقصدها، لازم يوجه بشكل رسمي، فتبقى الاسم مذكور صح، اللقب العلمي صح، اللقب الوظيفي صح، اوعي تغلطي في اسمها، اوعي تغلطي في اسم عيلتها، اوعي تغلطي في لقبها العلمي الى اخره. طيب 4، لازم طبعا زي ما قلنا تتاكدي من صحه البيانات كلها، لازم تبقي مختصره ومحدده بدقه عشان ما تخرجيش عن الموضوع، لان زي ما اتفقنا هو خطاب محدد له وظيفه محدده. 6، اكتبي خطاب يعني فصلي كل خطاب على كل وظيفه بتقدمي عليها. يفضل ان يكون هناك خطاب تقديم لكل وظيفه، مش خطاب ثابت تبعتيه لكل الوظائف. 7، اذكري باختصار ليه عايزه تنضمي للمؤسسه دي، مما يؤكد يحسسه انك حريصه قوي عليها. اللي بعد كده
حاولي تعتمدي على الفقرات القصيره، الفقره ما تزيدش عن 3 4 سطور بالكتير عشان يسهل قراءتها ويتفهم وتتفهم، وما فيش داعي لمعلومات تكرار المعلومات الموجوده في السيره الذاتيه ممكن تشيري اليها. اخر حاجه ممكن تخلي حد من الزملاء يقرا، زميلاتك تقرا معاك الخطاب يقول لك قوي ولا مش قوي. خلاص معلش كفايه لغايه هنا، احنا النهارده كان يومنا صعب شويه مع النت فاهميني، وانا مش خايفه المحاضره تضيع تقطع علينا برضو، فكفايه لغايه هنا. يا احلف لك يا رامي انها مش راضيه تنزل تقريبا. هقول لك حاجه بصراحه، تقريبا بيقول لي ان برنامج الجافا بتاعي انا عايز يتحدث لانه ما رضيش انزلها كمان من الجامعه فهماني، فانا هجرب تاني احدث الجافا وارجع انزلها تاني. خلاص حاضر والله هحاول انزل لكم الباور بوينت كله كمان. طيب بنانيتي هتنام يا نام يا دنيا نام. طيب بس هقول لك حاجه يا رامية، ممكن واهلا وسهلا بس على شرط معلش ابعدي عن الاربع والخميس لان بيبقى عندي فيه محاضرات اونلاين كتيره قوي فببقى تعبانه، يعني الحقيقه بخلص معاكم دلوقتي واصلي العشاء واقعد مستريحه، فبعدي بس عن الاربع والخميس. ما انا قلت يا دنيا يا رنا قلنا بكره الجمعه، سوري الجمعه مش بكره الجمعه، قلنا خلاص بقى ننزل واجب عادي لكن هكتب عليه من فوق ايه النشاط الجماعي التاني. خلاص بقى فهمنا ماشي يا بنانيت، يلا اترككم في رعايه الله واستودعكم الله الذي لا تضيع.